بسم الله الرحمن الرحيم. أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم؟ أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيب؟ اللهم يا قهار يا جبار، اللهم ابطل كل الاسحار، اللهم ابطل سحر ساحر اذا سحر، سحر منتقم وحاسد وحاقد، سحر الحاسدين من الرجال، سحر الحاقدين من الرجال، سحر الحاقدات والحاسدات من النساء، سحر الاقارب سحرا ماكولا ومشروبا، سحرا معقودا ومنفوثا، سحرا دست في طعام، سحرا عقد بالأسماء والرموز والطلاسم والصور، سحرا عقد بالأثر من الملابس والشعر، سحرا معقودا من النجاسة والدماء، سحرا أحرق بالنار وذر في الهواء، سحرا مدفونا في القبور، سحرا تحت الصخور، سحرا مدفونا تحت أعتاب المنازل، سحرا رمي بالبحار والآبار والأنهار، سحرا دفن تحت الأشجار والأحجار، سحرا مدفونا في مجاري السيول والوديان، سحر ربط في أجنحة الطيور وأرجلها، سحر ربط بالحجار ورمي في قاع البحار، سحرا عقد تحت أضواء النجوم، سحرا عقد في أول الشهر وآخره، سحرا عقد في أول اليوم وآخره، سحر اليهود والنصارى وضلال المسلمين. اللهم أبطل سحرا عقد للتفريق بين المرأة وزوجها، بين الأخت وأخيها، بين الأخت وأختها، سحر التفريق بين الزوجين بالقلوب والأجساد، سحر كراهية الزوج لزوجها، سحر كراهية الزوج لابنها، سحر كراهية الأخت لأخيها، سحر كراهية الأخ لأخته وأبيه. اللهم أبطل سحر نفور الزوج من زوجها، سحر نفور الأخ من أخيه وأخته. اللهم أبطل سحر التفريق بين الزوجين، اللهم أبطل سحر التفريق بين الزوجين، اللهم أبطل سحرا عقد لتمرد الأهل على أهاليهم، اللهم أبطل سحر التفريق بين المرأة وقاربها، سحرا لزرع الحقد والعداوة والبغضاء بين الأسرة الواحدة. اللهم أبطل سحر الفشل في العلم والعمل، سحر الفشل في التعليم والوظيفة، سحر عدم التوفيق في الأعمال والزواج، سحر عدم التوفيق في المجتمع، سحر عدم التوفيق في الدراسة والتعليم. اللهم أبطل سحرا تسبب في مرض الأبدان، سحرا تسبب في سقم الأجسام، سحرا تسبب في تلبد القيوم. اللهم أبطل سحرا تبلدت به العقول والأحساس، سحر عدم التوفيق في الزواج، سحر صرف الأزواج والخطاب، سحر الجنون واختلال العقول، سحر الأدواء والعاهات والعلل، سحر المرض والأسقام، سحر المفزعات في المنام، سحر المزعجات في الليالي والأحلام، سحرا يحبب الزنا والفواحش والآثام، سحرا يحبب اللواط والسحاق، سحرا يحبب النفاق وسوء الأخلاق. اللهم أبطل سحرا يدعو إلى المعاصي والشهوات، اللهم أبطل سحرا يدعو إلى حب اتباع الهوى والملذات، اللهم أبطل سحر العشق والغرام بين الإنس والجن والهوام، اللهم أبطل سحر الحب الحرام، اللهم أبطل سحر اليأس من الشفاء، سحر التعاسة والشقاء. اللهم أنزل رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وترفع بها البلاء عنا، وتنزل معها الشفاء وتشفي بها الأدواء. اللهم أعصمهم، اللهم أعصمهم من الشيطان ومن كيد ومكر الشيطان والإنس والجان، اللهم أعصمهم من الشيطان ومن عين ونظر شيطان الإنس والجان، اللهم أعصمهم من الشيطان ومن سحر وحسد شياطين الإنس والجان. نسألك يا الله يا عظيم يا رب العرش العظيم أن تشفينا يا الله. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع صدورنا ونور قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا في حسن حصين من كل عين ونظرة وسحر وحسد وشيطان رجيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.